الدفاعي في الرقة. أرحب بالحضور الكرام، شاكرين ومثمنين حضوركم. تخريجكم ملحق الدورة الثانية التي حملت اسم الشهيد طه حسن، حيث ضمت هذه الدورة المقاتلين الذين أتموا التدريبات الفكرية والسياسية والعسكرية في أكاديمية الشهيد أحمد علي. بالنسبة للدورة يعني كانت مدتها تقريبا بين 40 إلى 45 يوم. بالنسبة للرفاق يعني كان بأغلب للرفاق ما يعرف لا مشي عسكري ولا يعرف شيء عن السلاح، فأثناء الدورة هاي تعلموا كثير عن الأشياء هاي.